السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو تتمة ديال الدروس اللي هي خاصة بتيبي دي باتنتي أو البرخص السياقة اللي حنا نقدرو نتوفرو أو نتحصلو عليها. كنا في فيديوهات سابقة تعرفنا على أنواع من الباتنتيات، اليوم إن شاء الله غادي نتعرفو على ثلاثة الأنواع وهما آخر ما كاين في الكتاب ديال الدروس في المنوالي، وهما البي كل كود 96، يعني البي وحده واحد الرقم اللي هو 96، وكاين بيرمي اولا باتنتي واحد اخر من اللي كيحمل الاسم ديال بي اي، وكاين واحد الباتنتي اللي هو كيحمل الاسم ديال تشي. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفهم كاملين وغنشوفوا حتى لي دوماندي ديالهم ونبداو على بركه الله. اول درس غنشوفوا هو الباتنتي دي كاتيجوري بي كون كود تشي امونيزاتو 96، يعني هذا الباتنتي كيحمل الاسم بي ولكن معاه واحد الكوديتشي اللي هو 96 دائما كيكون معاه. هنا لاباتنتي دي كاتيجوري بي كول كوديتشي اورمونيزاتو 96 كونسنتي دي غويداري لي اوتو فيتوري تراينانتي اون ريموركي اون ليجيرو اولتري 750 كيلوغرامي، يعني هذا النوع ديال الباتنتي اللي هو كيحمل الاسم بي 96 راه كيسمح لينا اننا نسوقو به السيارات اللي هي كتقدر تكون جاره مع واحد الريموركيو يعني مقطوره، ولكن هذيك المقطوره ماشي من الوزن الخفيف، نون لي جيرو ريموركيو نون لي جيرو يعني ماشي خفيف، كيكون الوزن ديالو ثقيل يعني اكثر من 750 كيلوغرام، حيت الريموركيو ملي كيكون الوزن ديالو حدو حد 750 كيتسمى ريموركيو لي جيرو، ولكن ملي كيولي اولتري 750 كيلوغرام يعني اكثر من 750 كيلوغرام صافي كيدخل من ديك الفئه اللي هو كيتعد نون لي جيرو يعني كيولي من الوزن الثقيل. Perché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4250 kg, talama il احنا جرينا معنا هذا الريموركي اللي هو من الوزن غير خفيف وكيفوت 750 متر عفوا 500 كيلوغ، طالما هاد الكتله ما بيناتهم جوج ما كتفوتش لينا 4250 كيلوغ، يعني هاد البي 96 نقدروا نجرو معنا ريموركيو نون لي جيرو ويقدر يكون داك الريموركيو اولا المقطوره اكثر من 750، طالما ان الا جمعنا العبار بجوج اولا الكتله ما بين الفييكول والريموركيو كيعطينا اولا ما كيكونش كيسوبيري 4250 كيلوغرام. هاد النوع ديال الباتنتي اللي هو بي 96 بو اسيري كونسيغويتا سي كونتيستوالمنتي ما انكي سوتشيسيفامنتي al conseguimento della patente di categoria B. يعني هاد النوع ديال الباتنتي كنقدروا نديروه كونتيستوالمنت تزامنا اولا سوتشيسيفامنت اولا بالتدريج مع داك الباتنتي بي، بمعنى الا مشينا حنا اول مره بغينا نديرو الباتنتي بي بالعادي اللي حنا شفنا في الفيديو السابق كنقدروا نمشيو نديروه كنقولوا نطلبوا منهم انهم حنا راه جايين باغي نديروا الباتنتي بي ونديرو معاه حتى الباتنتي 96، كتسمى هنايا كونتيستوالمنتي تزامنا مع 96 مع البي العاديه وكنديروهم في وقت واحد، وكنقدروا نديروه سوتشيسيفامنتي كنقدروا نديروه بالتدريج، يعني نديرو البي هو الاول وكتفوت واحد المده وكنمشيو نعاودو نديرو الباتنتي اللي هو 96، وفي الحالات بجوج سوبيراندو ان انترام بي كازي وكنتجاوزو اولا كنجتازو في الحالات بجوج اون بروفا دي غويدا سبيسيفيكو فيكول، واحد تدريب خاص لواحد نوع معين ديال الفيكولو، وهنا ملي كيقولنا نوع معين يعني طوموبيل اولا السياره معاها ريموركيو نون لي جيرو بالوزن الثقيل. هذا هو الدرس ديال كوديتشي الباتنتي كول كوديتشي 96. ان شاء الله دابا غندوزو نشوفو لي دوماندي الفيري ديالو. أول دوماندا بلي دوماندي ديال باتنتي 96 بي 96، لا باتنتي دي كاتيجوري بي كون كوديتشي امونيزاتو 96 كونسنتي دي غويداري لي اوتو فيتوري تراينانتي او ريموركيو نون ليجيرو، يعني هاد النوع ديال باتنتي بي 96 كيسمح لينا نسوقو به واحد السيارة اللي كتكون جارة مع واحد المقطورة الوزن ديالها كيفوت 750 كيلوغرام، ملي كيبدا كيفوت 750 كيلوغرام كيتسمى نون ليجيرو يعني الوزن ماشي خفيف. Perché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4250 kg? Talama annana hna ghadi nkunu jarin ma'ana hadak rimorkio huwa kikun kifut 750 walakin ra li jma'na alkutla dialtu ma'a alkutla dial assiyara dialtna awla alwazn dialu ma'a alwazn dial assiyara dialna ghayatina wahed la massa li hiya ma katkunsh katfut 4250.
بمعنى الى وصلنا لحد الاقصى اللي هو ديال 4250 وما فتناهاش حنا هنا غنسوقوا هذا النوع ديال الفيكول مع هذا النوع ديال ريموركي بالباتينتي 96 لان هذا هو الحد الاقصى ديال الباتينتي 96. La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita anche successivamente al conseguimento della patente di categoria B, superando una prova di guida su specifico veicolo. يعني هاد النوع ديال patente B كنقدروا نتحصلوا عليه من بعد ما حنا كنمشيو نديروا patente B وكنمشيو نديروا واحد الكويده على هاد النوع اللي كيتساق بالباتينتي B 96 بمعنى كنمشيو نعملوا patente B كدوز واحد المده كنفكروا اننا نمشيو نديروا الباتينتي بي 96 فهنا نقدروا يعني كناخذوا البي هو الاول ومن بعد كنمشيو نديروا هذه الباتينتي 96 بي 96 وملي كنمشيو نديروا كنمشيو ناخذوا واحد نديروا واحد لابروبا ولا ناخذوا تداري على ان كيفاش نسوق السياره مع ريموركي ومن الوزن الثقيل وكنتحصلوا عليه وكتسمى هذه الطريقه سوتشيسيفامينتي وكنقدروا عاود نديروه على حساب الدوماند الثالثه لا باتينتي دي كاتيجوري بي كون كوديتشي اومونيزاتو 96 بو اسيري كونسيغويتا انكي كونتستوالمنتي على باتينتي دي كاتيجوري بي سوستينيندو اون بروفا دي غويدا سو سبيسيفيكو فييكول يعني نقدروا نديروا هاد الباتينتي بي 96 حتى الطريقه اللي هي تزامنا مع الباتينتي بي وكنمشيو لو ستيسو كنديروا واحد البروفا على اننا نسوقوا هذاك الفييكول اللي هو كيجر معاه ريموركيون ولي جيرو هنا غنديروا فيرو لان هنا عندنا جوج طرق باش نتحصلوا على البي 96 كنمشيو نديروا البي وكناخذوه من بعد واحد المده كنمشيو نطلبوا اننا نديروا الباتينتي بي 96 هذا من حقنا واولا كنمشيو نديروا الباتينتي بي وفي نفس الوقت كنقولوا باننا حنا راه بغينا نديروا البي ونديروا حتى البي 96 وهنا كنقدروا نديروهم في نفس الوقت وهنا كتسمى كونتيستوالمنتي وكندربوا الاستاسو على واحد النوع ديال الفيكولو خاص اللي هو كنا فيكولو مع ريموركيون ليجيرو. Il codice armonizzato 96 apposto sulla patente di categoria B abilita alla guida di autoveicoli trainanti o rimorchio non leggero oltre 750 kg poiché la massa massima autorizzata del complesso non superiore a 4,250 kg. Yani, il codice li huwa 96 ila kan mahtut ma al patente B ila kan adna al B wahdaha 96 راه هنا كتسمح لينا هذا النوع ديال البيرما كيسمح لينا اننا نسوقوا واحد السياره وجاره معها واحد المقطوره الوزن ديالها كيفوت 750 كيلوغرامي طالما الوزن ديالهم بجوج ما كيكونش كيفوت 4250 كيلوغرامي دوموندا فيرو لان البي 96 نقدروا نسوقوا به حتى 4250 الا فتنا 4250 فهذيك الحاله خصنا واحد النوع واحد اخر من الباتينتي فهنا الدوموندا كتقول لنا حنايا طالما حنا ما سوبيريناش يعني ما تجاوزناش 4250 الله راه حنا غنسوقو بالباتينتي بي 96 per guidare un'autovettura che traino un rimorchio non leggero oltre 750 kg con massa massima autorizzata del complesso superiore a 3,5 kg او tonnellate او لا نقدروا نقولوا حتى 3500 kg ma non superiore a 4250 chilogrammi è sufficiente avere conseguito la patente di categoria B con codice armonizzato 96 يعني هنا باش نسوق واحد الاوتوفيتورا واحد السياره وجمره معها مقطوره نون ليجيرو ريموركي نون ليجيرو يعني مقطوره الوزن ديالها اكثر من 750 كيلوغرام هنا لا ماسا الحموله اللي هي مرخص لنا اننا نسوقوها ولا الاجماليه ديال هاد الفييكول مع هاد الريموركي اللي كيفوت 750 راه هو كيسوبيري 3.5 طن ولكن ما كيسوبيريش 4250 فحنا قالك الا كنا في هذه الحاله يعني جاري معنا مقطوره غير خفيفه وكنسوبيريو 3.5 طن ولكن ما مسوبيرينش 4250 فكافي اننا نكونوا كنتوفروا على الباتينتي ديال الكاتوري بي 96 طوموندا فيرو لان نقدروا بالبي 96 نقدروا نفوتوا 3.5 طن ولكن ما نقدروش نفوتوا 4 طن و250 كيلوغرام وهنا كيقول لنا حنا ما كنسوبيريوش هذيك 4250 الورا اي سوفيتشينتي يعني كافي اننا نكونوا غير كنتوفروا غير على الباتينتي بي 96 هذه هي الدوموند الاخر في لي دوموند اللي هما خاصين بالباتينتي بي 96 دابا ان شاء الله غندوزو للدرس الثاني مع لي دوموند ديالو وهو الباتينتي بي اي الثاني وهو الباتينتي دي كاتيجوري بي اي
La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli, يعني هذا النوع من الباتنت اللي كيحمل الاسم بي اي كيسمح لينا اننا نصوغو واحد المجموعه ديال المركبات مثلا اللي كومبوستي دا اون اوتو فيكولي اللي كتكون من السياره دي ماسا ماسيما اوتوريزاتا فينو 3.5 طونيلات ولا 3.500 كيلوغرامي اللي قلنا كتكون من سياره الوزن ديالها خصو يكون حدو او ما كيفوش 3.5 طن ونقدروا نجروا معنا واحد الريموركيو حتى هو لا ماسا فينو 3.550 كيلوغرامي حتى هو لا ماسا ديالو كتوصل حتى 3.5 طن. Anche se la massa del complesso veicolare, واخا حنا الحمولة أو الكتلة الإجمالية ما بيناتهم بجوج ما بين السيارة أو الريموركيو كيكون كيسوبر 4250 كيلوغرامي، يعني السيارة الوزن ديالها جمعناه مع الريموركيو يقدر تكون تفوت 4250، هنا غنقدرو نسوقوه بالباتنتي بي إي، لأن هاد 4250 كيلوغرامي راه الحد الأقصى ديال الباتنتي اللي هو معاه الكود 96. اذا حنا الا كنا كنسوقوا واحد السياره ومعنا ريموركيو بجوج مفيتي 4250 فحنا نقدروا نسوقوهم بالباتينتي بي اي لان البي اي كيسمح لينا ان نسوقوا حتى 7 طن لان عطينا الفيكول فيه 3.5 طن والريموركيو حتى هو 3.5 طن اذا عطينا 7 طن فحنا الا سوبرينا هذيك 2250 ماشي مشكله نقدروا نسوقوه بالباتينتي بي اي لان قلنا هاد 4250 راه الحد الاقصى ديال الوزن اللي كنقدروا نسوقوه بالباتينتي بي 96 اللي شلناه في بدايه الفيديو. هاد النوع ديال الباتينتي بوي سيري كونسيغويتا انكي هادي تشوطو عني كيقدروا نديروه على 18 عام سوتشيسيفامنتي على باتينتي بي او بي 96 يعني هو كيدار من بعد ما كنمشي ما كنقدروش نديرو بحال الباتينتي اللي شفنا في بدايه الفيديو نقدروا نمشيو نديرو كونتيستوالمنت يعني تزامنا مع النوع هنا كنديرو الباتينتي بي اولا كنمشيو نديرو البي 96 ومن بعد عاد كنقدروا نمشيو ندوزو نديرو البي اي يعني ماشي كنمشيو نديرو البي ونديرو مع البي اي اولا نديرو داك البي اللي هو عند الكود شي 96 ونمشيو نديرو مع البي اي نو هو ما كيدار مع شي واحد الا بغينا كنمشيو نديرو بوحدو. Abilità quindi anche alla guida di veicoli che si possono condurre con la patente di categoria AM, B1, B e B col codice LIWA 96. يعني هاد النوع ديال الباتنتي بي اي راه كيسمح لينا نسوقو دوك الفييكول اللي هما كيتساقوا بهاد الانواع ديال البيرمي اولا هاد الانواع ديال رخص السياقه اللي هي AM والB1 والبي والبي 96. Attenzione, ردوا البال questa patente هاد النوع ديال الباتنتي اللي هو البي اي non può essere presa contestualmente alla patente B o B96 ما كيجيش اولا ما كنقدروش نحصلوا عليه مع تزامنا اولا في نفس الوقت مع الباتنتي بي اولا البي 96 مثلا بحال اللي قلنا في من قبل نمشيو نديروا البي ونقولوا لهم راه حنا بغينا نديروا مثلا حتى البي اي هنا ما كايناش هذه القضيه في البي اي ما كيدارش كونتيستوالمنت كيدار دائما سوتشيسيفامنت يعني من بعد ما كنتحصلوا على هذوك كنمشيو نديروا هو بوحدو. هذا هو الدرس ديال البي اي ندوزو دابا ان شاء الله نشوفوا لي دوماندي ديالو. دوماندي ديال باتنتي بي اي خاصهم شويه التركيز لان فيهم ارقام وهي الدوماندا كان ممكن تكون ابسط من هذا الشيء اللي غنشوفو ولكن هذا هو هذا الشيء اللي كاين في الدوماندي. هنا لا باتنتي دي كاتيجوري بي ابيليتا كوندوري كومبليسي دي فيكول كومبوستي دا اون اوتو فيكول دي ماسا ماسيما اوتوريزاتا فينو ا 3.5 تونيلاتي o il rimorchio di massa fino a 3,5 tonnellate o la 3.500 kg. هذا الجزء من الطوماندا بحال كيذكرونا بالباتنتي بي اي اشنو اللي الحق اللي كيعطيه لينا وهو اننا حنا بالبي اي كنقدروا نسوقوا السياره يقدر يوصل الوزن ديالها حتى 3.5 طن ونجروا معنا ريموركيو حتى هو كيقدر يوصل حتى 3.5 طن ولكن بين قوسين هنا راه واخا كيقول لنا 3.5 طن هاد الوزن ما خصناش غير نفوتو يعني بالبي اي ما خصناش نفوتو 3.5 طن في السياره وما خصناش نفوتو 3.5 طن في الريموركيو ولكن الا كانت عندنا شي سياره اقل من 3.5 طن والريموركيو اقل من 3.5 طن فهنا عندنا الحق نصوبو ما خصهمش غير يكونوا كيسوبيريو هاد الوزن هذا اللي الا جمعناهم مع بعضياتهم بجوج غيعطيونا 7000 كيلوغرامي اولا 7 طن. الدوماندا هي هذه اللي غتجي في البارتي التحتانيه وهي انكي سي لا ماسا كومبليسو فيكولاري اي سوبيريو اي سوبيريوري ا 4250 كيلوغرامي واخا حنا هاد الفيكول اللي مع الريموركيو
كيفوت الوزن ديالو 4250 كيلوغرام. هنا غنديرو فيرو لان البي اي عطينا الحق نسوقو حتى ل 7 طن، يعني حتى 7000 كيلوغرام. هنا الا كان عندنا البيكولو كيسوبر 4250 اذا حنا باقي ما وصلناش للماكسيموم، وبالتالي غنقدروا نصوبوا هذا النوع ديال البيكولو اللي جاري ماركي وعدتو وكيسوبر 4250 ما محدينش لينا، ولكن قال لنا كيفوت غير 4250. هنا غنديروا فيرو، كون كانوا كيقولوا لينا كيسوبر 7000 طن مثلا غنديروا فالسو. Per guidare un'autovettura che traina un remorque di massa massima autorizzata di 2 tonne o 2000 kg e massa massima autorizzata del complesso veicolare pari a 4500 kg, è necessario avere conseguito la patente di categoria B. هنا باش نسوق واحد السياره وجارين معانا واحد المقطوره اللي هي الوزن ديالها 2 طن، او الماسة ولا جي هاد الريمورك اللي فيه 2 طن الا جمعناه مع الفييكول اللي جارو او السياره اللي هي جاره هاد الريمورك غادي تعطينا الوزن ديال اللي يعادل باري او لا يساوي 4500 كيلوغرام. هنا قال لك الا كان عندنا هاد المساله هادي، يعني الريمورك فيه الوزن ديال دوي اولا 2 طن ولا جمعناه مع الفييكول كيعطينا الوزن ديال 4500 كيلوغرام، فهنا من الضروري علينا نكونو كنتوفرو على الباتنتي بي اي. غنديرو فيرو لان بما اننا وصلنا 4500 اذا حنا فتنا داك الحد الاقصى ديال الباتنتي ديال بي 96 اللي هو كان محصور في 4250، فحنا بما اننا فتنا 250 صافي غيولي خاصنا بي اي، وهنا عندنا اكثر من 4250 ولكن باقي ما واصلينش ل 7000 اللي هو الحد الاقصى ديال بي اي، وبالتالي كنقدروا نستعملوا غير الباتنتي بي اي. لا باتنتي دي كاتيجوري بي ابيليتا كوندوري اوتوتريني كومبوستي دا اون اوتو فييكولو دي ماسا ماسيما اوتوريزاتا فينو ا 3.5 تونيلاتي اي دي اون ريموت دي ماسا فينو ا 3.5 تونيلاتي او لا 3500 كيلوغرام. يعني هنا بالباتنتي بي اي كنقدروا نسوقوا واحد الاوتوتريني واحد الفييكول اللي كيكون جار معاه كيكون مكون من جوج الاجزاء هو الاوتو تريني. هنا كيقول لك الا كانت لا ماسه ديال هذاك الفييكولو كيوزن لا ماسه ديالو واحد حتى 3.5 طن والريمورك حتى هو واحد حتى 3.5 طن، فهنا كيتساق بالباتنتي بي اي غنديرو فيرو لان بما ان عندنا 3.5 طن و 3.5 طن في الريمورك اذا حنا ما وفيناش او لما ما تجاوزناش الحد الاقصى، يعني باقي يلاه وصلنا للحد اللي هما عاطينا 7000 كيلوغرام، اذا حنا عندنا الحق نسوقو بالباتنتي اللي هو كيحمل الاسم بي اي. لا باتنتي دي كاتيجوري بي اي ابيليتا انكي على غويدا دي الفييكولي كي سي بوسون كوندوري كل باتنتي دي كاتيجوري ام بي 1 بي بي كون كوديتشي 96. يعني هاد البي اي كنقدروا نسوقو به حتى الفييكول اللي هما كيتساقوا بهاد الانواع ديال رخص السياق اللي هي كتحمل الاسم ام والبيونو والبي والبي كل كوديتشي 96. توماندا فيرو per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 3.5 tonnellate o 3.500 kg che traino un remorchio di massa massima autorizzata 1.000 kg è necessario avere conseguito la patente di categoria B. E una domanda che vuoi dire che باش نسوقو واحد السيارة اللي هي الوزن ديالها يعادل باري يعادل أو يساوي 3.5 وجارة معاها واحد المقطورة اللي الوزن ديالها كيساوي 1000 كيلوغرام يعني طن، هنا من الضروري علينا نكونو كنتوفرو على الباتنتي بي إي. غنديرو فيرو لأن إلا جمعنا الوزن ديال السيارة اللي هو 3.5 طن وزدنا عليه طن ديال الوزن ديال الريموركيو، فهنا غيولي عندنا 4500، وبما ان 4500 اكثر من 4250 اذا حنا خصنا البي اي، حيت 4250 كون كانت عندنا غنسوقوه غير بالبي 96، ولكن حنا فتناه الله راه خصنا نستعملو الباتنتي بي اي. وبهذا الشكل حنا كملنا هاد لي دوماندي ديال هاد جوج الانواع. دابا غندوزو لي دوماندي ديال غندوزو للتوس ديال الباتنتي تشي، هو اخر انواع الرخص ديال السياقه اللي عندنا خصنا نحفظوهم في المانوالي ديال دوز ديال السياقه. انواع الباتنتي هو بور باتنتي دي كاتيجوري تشي، هاد النوع بيرميتي دي غويداري كيسمح لينا نسوقو
tutti i veicoli conducibili con la patente B, gà il veicolo li kit sagu bil B, kan qadron soguhom ħna bil C. Autoveicoli destinati al trasporto di cose e merci, kan qadron soguhom bi dak il veicoli li huma kikonu kanhzu bihom, kannaqlu bihom l-axxija, aw la l-merci, l-bada'i, di massa complessiva e pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Had il diel veicoli li huwa kikun kiz kinqal l-axxija aw la l-bada'i, tqdar tkun l-humula dialtu huwa مملوء بالبضائع ولا الاشياء كتفوت 3.5 طن ما عندناش مشكله كنصوغوه للستيسو بهذا الباتنت اللي هو تشي وبالاضافه اننا نقدروا نجروا معنا حتى مقطوره اللي هي الوزن ديالها كيوصل حتى 750 كيلوغرام يعني اللي تجيرو ريموركيو اللي تجيرو هادشي كله كنقدروا نديروه بالباتنت تشي سي il conducente non ha compiuto a 21 anni di età الا كان السائق اللي هو عنده هاد الباتنت ديال تشي ما عندوش في العمر ديالو 21 سنه هنايا لا ماسا كومبلسيفا ا بيينو كاريكو نون ديفي اسيري سوبيريوري لي 7.5 تونيلات هنا ملي ما كيكونش السائق عنده 21 سنه ما كيقدرش يسوق بهاد الباتينتي تشي واحد الفيكول اللي هو كيكون كيفوت 7.5 طن يعني اي سائق السن ديالو تحت 21 سنه خاصو يسوق بهاد الباتينتي تشي فقط من 7.5 طن لتحت يعني فوق ممنوع عليه A meno che il conducente non sia in possesso di certificato di abilitazione professionale CQC. يعني ما دام هاد السائق اللي هو السن ديالو اقل من 21 ما كيتوفرش على واحد سيرتيفيكاتو اللي هي هاد سيرتيفيكاتو هي اللي كتأهلو انه يسوق احترافيه يعني هاد السائق ما عندوش 21 سنه وما عندوش حتى واحد البطاقه كتكون خاصه بالناس اللي هما كيكونوا كيسوقوا ديك الشاحنات ولا كيسوقوا لنقل الاشخاص هاد البطاقه هي عباره عن كتسمى هنا كارتا دي كواليفيكاسيوني دي كوندوتشينتي بير لا غويدا بروفيسيونالي يعني بطاقه كتاهل السائق على القياده الاحترافيه مثلا هذه هي تشيكوتشي هاد تشيكوتشي راه ماشي باتينتي كيف قلنا غير واحد البطاقه بحال بطاقه كتاهلو انه كي قلنا يسوق باحترافيه كيتسمى راه سائق محترف ماكيني اوبيراتريتشي اكسيبسيونالي وهاد الشيء كنسوقو به حتى دوك الالات اللي هي ديال العمل اللي كيصيبو بها الاسترادا اولا كيصيبو بها الطريق اللي هي كتكون اكسيبسيونالي يعني الشكل ديالها كبير هادو كاع الفيكولي كنسوقوهم بالباتينتي تشي وهذا هو اخر انواع الباتينتي للإشارة فقط هذا النوع ديال الباتينتي تشي ما فيش الكويز ديالو ولكن ضروري خصنا نعرفوه باش نميزوه ما بينه وما بين لي دوماندي اولا ما بينه وما بين الباتينتيات اللي شلنا من قبل بهذا الشكل الحمد لله رحنا كملنا اولا بهذا الفيديو الحمد لله رحنا كملنا جميع انواع رخص السياق اللي نقدروا نتحصلوا عليها وكملنا الدروس ديال تي بي دي باتينتي لان هادو اللي درنا اليوم راهما اخر وحدين يعني تشي هو اخر واحد باش غادي نشير واحد النقطه وهو ان باش تسهل عليكم الحفاظه البي ملي كيكون عندنا الباتينتي دي كاتيجوري بي نعرفوا براسنا بان هذا النوع راه كنصوبو بيه حدو حد 3.5 طن يعني الوزن ديال هذاك الفيكول ما خصوش يكون كيفوت 3.5 طن وفي حاله الا جرينا معنا ريموركيو خصو يكون لي جيرو والوزن ديالو كيفوت ما كيفوتش عفوا لا يتجاوز 750 كيلوغرام وملي كنجرو هاد الريموركيو خاصنا هاد 750 كيلوغرام الا ضفناه الوزن ديال الريموركيو ما تفوتش 3.5 طن يعني دائما بي ما كنفوتوش فيه 3.5 طن ملي كنسمعوا الباتينتي بي 96 لا ماسا الماسيما ديالتو وهي 4250 كيلوغرام يعني كنجروا معنا ريموركيو نون لي جيرو يعني اكثر من 700.5 طن اكثر من 750 كيلوغرام ولكن الا جمعناه مع الفيكول ما كيعطيناش اكثر من 4250 والبي اي كنقدروا نسوقو به حتى 7 طن لان عطينا الحق نسوقو السياره كتوصل الوزن ديالها حتى 3.5 طن والريموركيو كيقدر يوصل حتى 3.5 طن الا جمعناهم بجوج كيعطينا 7 طن ولكن للاشاره في هذا البي اي عندنا هذا الوزن ما بين الطوموبيل والريموركيو الا كان هي 7 طن الا كانت السياره كتوزن مثلا 4 طن والريموركيو 3 طن هنا راه غير مسموح لينا نسوقو بالباتينتي بي اي ولو الا جمعناهم بجوج كيعطينا 7 ولكن دائما خص يكون السياره ما كتفوتش 3.5 طن والريموركيو ما كيفوتش 3.5 طن
فغتلقى واحد الطوموندا فيها الطوموبيل مثلا فيها 4 طون والريموركي فيها غير 2 طون وغديروا لا فالسو. علاش؟ هي اللي جمعناه وغيعطينا 6 طون، ولكن الطوموبيل ما خصهاش اولا السياره ما خصهاش تكون كتفوت 3.5 طون، ولو هما واصلينش بيناتهم 7 طون، ولكن السياره الحد الاقصى ديالها وهي 3.5 طون. نتمنى من الله هذه النقطه تكون واضحه. بهذا الشكل حنا كملنا الفيديو الحمد لله. نخليكم على خير ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو في فيديو جديد.